سلموني وقفها، وحاول الجهة اليسرى لكن سلموني وقفها بسهولة. وانطلق من جديد لصالح فريق شبيبة القبائل حاجة عدلان. سلمون تبادل كروي من جمال ضيع منه الكرة، وانطلاقة جديدة لفريق كوت ديفوار. ساليفو بدون إطالة حاول يمرر على الجهة اليمنى وين موجود أحد اللاعبين اللي هو بريندو، لكن الكرة ما توصلش. في هذه اللحظات عبد القادر فريق ملعب أبيجان يخرج من منطقته بعد فتور نوعا ما هجوم شبيبة القبائل اللي يرجع نوعا ما للوراء بحثا عن الكرة، وهذه السيطرة على وسط الميدان. موسوني يدخل داخل المنطقة ويسجل. لا هدف رائع، هدف رائع، هدف رائع حقيقة. لاعب ممتاز، لاعب ممتاز موسوني، لاعب ممتاز، لاعب موسوني يسجل هدف رائع، رائع لاعب موسوني. شوف بذكاء وبرزالة كبيرة موسوني يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29، والحارس في حيرة كبيرة لأنه هدف ثاني جاء عن طريق اللاعب موسوني بعد لقطة جميلة. شوف كيف يوقف الكرة في صدره وينطلق ويسجل بسهولة. شوف بارتياح وبرزانة الكرة تصطدم في العمود الأيمن ثم تدخل الشباك. هدفين مقابل صفر لصالح شبيبة القبائل، والهدف يستحق الإعادة مرة أخرى. وهذا هم اللاعبين الباردين والمهاجمين الباردين اللي يستحقوا كل التشجيع والتقدير، لأنه لاعب في المستوى حقيقة يؤدي بدوره في صفوف شبيبة القبائل وشباب، لأنه عمره ما يتجاوز 22 سنة. نعم عبد القادر، إذا بعد هذا الهدف وبعد هذه الفرحة نعود لملعب 20 أوت، واللقاء رايح ينطلق بين برج منايل و